بسم الله الرحمن الرحيم. محا الحافظ من مدينة طنجة، أب لخمسة أبناء، متزوج، سن 42 سنة، و لاعب كرة السلة ودراج. سبق لي عملت عدة ماراطونيس و يعني وقطع مسافات كبيرة، مثلا بحال من طنجة الرباط، من طنجة قصر صغير، من طنجة داليا، من طنجة أزيلا. المهم هادو كانوا متعددين بزاف هاد الرحلات هادو. ومؤخرا قلت علاش انا ما نعملش واحد التضامن اللي يكون يعني كينبه الناس باش يساعدوا مرضى السرطان، و يعني وبارطاجيو المسائل اللي كتتعلق باخواني ديالنا المحتجزين في مخ. الصراحه كان فيها عده متاعب، والسلبيات ديالها كانوا اكثر من الايجابيات، مثلا قله الدعم والصعوبات اللي كنت كنتلقى في الطريق، كيسرقوا لي الرايه وتسقط لي بيكالا والاهانات وبزاف ديال المسائل اللي وقعوا لي في الطريق، وهذوك كاملين كنت عارفهم قبل ما نعمل الرحله، كنت عارفهم وكنت موجد راسي ريلون. المحفز ديالي لهذه الرحله هذه هو بصراحه الروح الرياضيه هي الاولى، والتضامن ديالي لا مشروط مع مرضى السرطان والاخوانين ديالنا المحتجزين في مخيمات تندوف. صراحه يعني كثره الناس كانوا كيتعاملوا معايا بايجابيه، ما الناس قلال اللي كانوا سلبيين، يعني كان عندهم يعني بحال نقول لكم انفصاليين بكل صراحه. والحمد لله تحديتهم ومشيت بصراحه من طنجه حتى للكركارات، يعني جميع المدن دخلت لهم بدون امن وخرجت لهم بدون امن وبدون ان ننزع الرايه المغربيه، لانه كان الدفاع ديالي الاول على الرايه المغربيه. وعاد كيجيو المسائل الاخرين كجزئيات، الامور ديالي كنت كندبرها عبر الهاتف، كنقصد الناس اللي بصراحه كنعرفهم يعني متاكد منهم لانهم ما كيردوا لي شي حاجه في وجهي، واللي كنت كنعترفهم هما جنود الخفاء في هذه الرحله هذه، وكنشكرهم بزاف بزاف من هذا المنبر. والحمد لله باقي كاينه بزاف ديال النضالات والتحدي المقبل ديالي ان شاء الله بعد كورونا يكون يعني ذهب الى مكه المكرمه ان شاء الله بالدراجه، وعده ماراطونيس في الديار الاوروبيه ان شاء الله يا رب. سرطان، بالنسبه للسرطان اللي يكون في علم المشاهدين ان الاب ديالي مشى مرض السرطان، والام والزوجه ديالي حاليا كتعاني منه، كتمس الشيميو حاليا في هذه اللحظات هذو، وكندعي معاهم الله يشافي كل مريض في جميع انحاء العالم. دايرين على الشهر الرياضي بصراحه، هما الاولين كنقدم لهم واحد الرساله باش يدعموا هاد المسائل هادو، وما يبقاوش يشدوا الباب ديالهم في وجه الرياضيين، كما قال جلاله الملك الله ينصرو، الرياضه من حق الجميع ورياضه للجميع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.